ألو، صباح الخير. اليوم 3/7/2020، واحد الخطاب تكتيك، تدريب تكتيك يركز على الزيادة العددية، وهذا التدريب بسيط يعني ساحة 50 × 40 × 60 هذا العرض 50 × 60، نخلي الساحة الوسطية 25 والباقي نقسمها تقسيم 18 على السابقة التقسيمات اللي تشوفها ينطبق عليها ما يعرف باللعب. دائما اللعب في الساحة الساحتين الوسط واللي أمام الهدف الرئيسي يكون حر 5 ضد 4، بالساحة السفلى 2 ضد 2 دفاعين مركزيين ومهاجمين مركزيين، وفي منطقة محددة على الأضلاع يلعبون بها جناحين أصليين يعني 7 و11، دول 7 و11 فري يلعبون، ما يصير ضغط عليهم إلا لما يدخلون مع زملائهم 9 و10 عندما يسوون هجوم مركز. فاللاعب دائما يمكن للمدرب الحارس عالي، الحارس لأن عنده 5 هناك بالساحة الثانية يلعب كرة طويلة لأحد اللاعبين الخمسة ويصير لعب 5 ضد 4، يحاول الفريق الأبيض يستغل الزيادة العددية حتى يسجل، والفريق الآخر يعني دافع. فإذا نجح الفريق الأبيض بالتسجيل يعاد اللعب من المدرب مرة ثانية. إذا ما نجح الفريق الأبيض واستطاع المدافعين الأربعة ربح الكرة يلعبون أسرع ما يمكن إلى أحد اللاعبين الأجنحة واللي هم 11 أو 7، أسرع ما يمكن 11 و7، إذا استلموا الكرة يدخلون إلى الساحة الأخيرة حتى يهاجمون الفريق الأبيض الأربعة و5 والحارس مالهم، يكون عندنا 9 و10 و7 و11، فلا الكرة 11 يدخل للساحة ويدخل 7 ويا للساحة، فيكون اللعب 4 ضد 2. في الذهاب لعبنا 5 ضد 4، وفي الإياب لعبنا 4 ضد 2، لأن في الإياب إحنا عاقبنا الفريق الأبيض لأن عنده زيادة عددية، ليش يفقد الكرة؟ لا يجوز أن يفقد الكرة أو يفقدها بصعوبة، يجب أن يعمل شيء على الهدف. فمن تنتقل الكرة للمدافعين أو لحارس المرمى يصد الكرة مع الفريق الأزرق يلعب أما للجناحين أو يلعب للمدافعين، المدافعين الأربعة، المدافعين الأربعة تحت الضغط، 5 المهاجمين ما يخلوهم ينقلون الكرة لا للسبعة ولا للدعش. إذا نقلت الكرة للسبعة أو للدعش، 7 و11 الآن حرارة فري، شوف فري في التحرك مع الكرة، يعني استلموا الكرة أحدهم للدخول لمنطقة اللعب 2 ضد 2 واستحداث وضعية 4 ضد 2. وبذلك أنا ردت أجيب عن سؤال بسيط، هل يمكن تدريب زيادة العددية في اتجاهين؟ الآن يعني الموضوع الآن اللي يأخذ مدار في التدريب يعني قد يكون سمع مني أو من غيري هو اللعب باتجاهين، فأريد نحقق زيادة عددية باتجاهين، ها زيادة عددية. هذا هو المطلوب من أحد الأخوة المدربين من الجزائر يعني. فنعم ممكن أن نطبق الزيادة العددية في اتجاهين، وهي من التدريبات الحاسمة التي تضع بعض العقوبة على الفريق اللي عنده زيادة عددية ويفشل في استغلال الزيادة العددية. فنحول الزيادة العددية لمن؟ نحول الزيادة العددية للفريق المدافع اللي كافح وأعاد ربح الكرة رغم النقص العددي عنده ولعب لفريقه وتحول من الدفاع إلى الهجوم، بينما الفريق الأبيض بعزم يتحول إلى الدفاع من الهجوم إلى الدفاع. إذا منطقة 2 ضد 2 ما ممنوع أي لاعب من لاعبي الساحة يدخلوها إلا 7 و11، فيكون دائما هناك 7 و11 و9 و10 ضد 4 و2، حقق الزيادة العددية في اتجاهين مختلفين. هذا تجيب العربي
للتمارين مهمة جدا. هذه التمارين اليوم جمعة، هو يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر الجميع بإذنه تعالى، ويبعد كل أخواننا المصابين في بلدي، في العالم، في كل العالم، يبعدهم عن شر هذا الوباء، ويعينهم على تحمل الوباء، ويسهل لهم الشفاء بإذن الله، مذكرا بأنه إلى الآن لا يوجد علاج لهذا الفيروس. لا تصدقون أي كلام، لا روسي ولا أكسفورد ولا ما في علاج. العلاج الوحيد هو ما يعرف بالوقاية. انتبه، لا يوجد علاج، كله كذب في كذب في كذب. زين، شركات التجارة تتلاعب بحياة الناس. توكلوا على الله، خلوا إيمانكم بالله قوي، ادعوا الله سبحانه وتعالى، وترحموا على الأموات، اقرأوا لهم سورة الفتح، اهدوهم ركعتين صلاة اليوم جمعة، أحسن ما نضع صورهم فقط. ونذكر يعني نذكرهم بأشياء يعني هم ما محتاجين، دعاء إلى الله أن يرحمهم، أن يتقبلهم في جناته، ورب العالمين يسمع الدعاء. إحنا البشر ما ندري ليش يعني ما نفهم شيء، إن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله، كلموا معه، خصوصا على أخواننا اللي راحوا إلى جواره، هم بحاجة إلى الدعاء يوم الجمعة، بحاجة إلى الصلاة، بحاجة إلى أن نتعلم دروس من الحياة، أنها أشياء لا شيء. أنت في كل الأرض تراب، أما فوق التراب تحت التراب، ما بيهم شيء، ماكو. هذه معادلة الحياة، فوق التراب أوكي، وإذا ما فوق التراب جوا التراب، فالتراب والتراب. تواضعوا لله واحسنوا عملكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة جميعا. أنا مفتي مولد، وهذا البرنامج الحمد لله وصل تقريبا هاي الفعالية 206 لدورة تدريب بي مجانين، سميتها كورونا، لأن هذا التاريخ يجب أن أرشف في حياة الإنسان. تاريخ صعب، سجن كبير، حكم على البشرية بالسجن الكبير. زين، وصعب أن تواجه بدون أن تقترب من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا.